السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شركة مايكروسوفت تعتبر من أكبر الشركات في مجال التكنولوجيا، وعندها موقع جميل جدا اسمه مايكروسوفت ديزاينر، تقدر تعمل بيه تصميمات جميلة. الموقع قريب من كانفا، في طبعا ذكاء اصطناعي رهيب جدا تقدر تصمم بيه حاجات حلوة. تمام، يعني مثلا عايزين نعمل انفيتيشن، وممكن الذكاء الاصطناعي يختار لك كمان الكلام اللي انت تكتبه في الدعوة، بس لازم انت تغير. يعني هو مثلا كاتب لك حفل زفاف واحد على واحدة اجانب، فانت تغيرها تخليها احمد ومنى، احمد ومنال، اي حاجة يعني. تمام، فانت لازم انت تغير. مثلا عجبني مثلا دوت، هو هنا بيقول لي ان انفيتيشن فور ا جاردن بارتي بيرثداي فور اكس واوا. طيب اديت اس برومت. تمام، تقدر بقى تغير الاسامي. مثلا انت مثلا عشان ايه الاء بيرثداي ميلادها النهارده. تمام، وتكتب بقى التاريخ اللي انت عايزه والوقت. وشايف البرومت معمول ازاي، تقدر ان انت تحط اللي انت عايزه. تمام، مثلا بارتي بيرثداي. تمام، وتحدد بقى المكان اللي انت عايزه، و بسط الكلر زي ما انت عايز. جنريت، يبدأ بقى يعمل لك التصميمات اللي انت عايزها. فموقع احترافي، الديسكريبشن تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، وهنشوف جودة الصور دلوقتي. فعمل لنا التصاميم بالشكل دوت، تقدر تحمل اي تصميم فيهم انت عايزه، تقدر ان انت تكبره، تقدر ان انت تعدل فيه زي ما انت عايز. يعني متاح ليك ان انت تعدل اكتر من مرة، كل عليك ان انت تدوس edit وتدخل تعدل عليه. هيديك تولز اقوى، يعني اول مرة كان بالذكاء الاصطناعي، دلوقتي بقى انت ممكن تدخل من خلال هنا تقدر ترفع صورة. مثلا عايز تحط صورة الشخص اللي انت عامل عيد ميلاده، تقدر تكتب التكست اللي انت عايزه، تقدر تعدل زي ما انت عايز. تمام، يعني تقدر تيجي هنا وتغير التكست اللي انت عايزه، تقدر تيجي هنا وتكتب بالعربي بالانجليزي زي ما انت عايز. مثلا كفر الشرفة، المرج، القاهرة. تمام، والوقت بقى اللي انت عايزه، والصورة دي تقدر انت تعدلها. عندي ادوات كتيرة جدا للتعديل، فلو انت عايز اي حاجة دعوة هتقدر ان انت تعمل الدعوة اللي انت عايزها. طيب ممكن نيجي هنا مايكروسوفت ديزاينر ونقول له احنا طبعا الذكاء الاصطناعي بيساعدنا، هو زي ما انت شفت عايز اعمل حاجة للسوشيال ميديا، فهو بيبدأ يظبط لي الابعاد بتاعة الحاجة اللي انا عايزها، بيديني تمبليت كتير اقدر اختار التمبليت اللي انا عايزه. هنا الديسكريبشن، هنا لو انت عايز تضيف صورة، هنا تختار السايز. مثلا اخترنا السايز دوت. تمام، الديسكريبشن تقدر بقى تكتب الحاجة اللي انت عايزها. مثلا هنكتب بري فور غزة. تمام، ونقول له جنريت. تمام، لو انت عايز تضيف اي صورة من عندك تقدر ان انت تضيف. فهيبدأ يعمل لي الصور، وابدأ انا اختار افضل صورة انا شايفها انسب للحاجة اللي انا عايزها. وتقدر تدخل تعدل، يعني مفيش صورة عجبتك اهي. تمام، كل صور تقدر انت تختار الصورة اللي انت عايزها. تمام، عندك هنا مثلا ممكن تصمم خلفيات، ممكن تصمم اي صورة من الصور دي. طيب الصورة اللي انت اخترتها ماشي، ما ينفعش تنشرها على طول، لازم تعمل عليها تعديل. يعني الفكر ان ما ينفعش اخد صورة كوبي بيست وانسيبها لنفسي، لا، ينفع ان انا اخدها واعمل عليها التعديل بتاعي، ازود حاجة، اعمل حاجة عشان تبقى صورة مش زي الصور اللي موجودة. تمام، انت حتى لو في فيديو مثلا لازم تدخل تعدل عليه. ماشي، ايه الحيوان مثلا؟ ممكن نحط مثلا كات. تمام، وتقدر توصف بقى الوصف اللي انت عايزه. ستايل اوف بيج مثلا وايت،
وتقول له جنريت، وهنا تختار بقى السايز، عايزها شكل مربع، شكل بالطول بالعرض، زي ما انت عايز. فتلاقي لي الصور بالشكل ده، تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تدوس عليها بحيث انها تكبر، تقدر تدخل تعمل لها ايديت. يعني ممكن تكون الصورة كويسة لكن محتاجة بس ايه تكتب عليها كلمة، فخلاص تقدر تدخل على ايديت وتعدل فيها زي ما انت عايز. فموقع رائع جدا جدا، تقدر تصمم كولر بيجز. في ناس كتير بتكسب من الموضوع دوت، ان هو بيجمع صفحة صفحات ويبدأ ان هو يعمل كتاب ويبدأ ان هو يبيعه على امازون مثلا، ناس مهتمية بكرتون معين، فيبدأ يعمل بالشكل دوت صفحات كتيرة، والناس بعد كده تبدأ انها تلون. تمام. فانت هنا ممكن تبقى عندك كنز، ممكن تعمل واحد مثلا عن الحضارة المصرية القديمة مثلا، او المباني الاثرية، او تبدأ تختار الحاجات وتحطها، وان شاء الله ممكن يعني ايه تلاقي عائد من الموضوع دوت. في عندي حاجات كتيرة بقى، ايديت ايميج لو انا عندي صورة اقدر ان انا اعدل فيها، ان انا احذف الخلفية، ريستايل ايميج يعني ممكن ترفع صورة وتقول له خليها لي على شكل اميريت والت ديزني والحاجات ديت، تعمل فريم للصورة، الكلام ده كله اوتوماتيك، يعني مجرد ان انت ترفع صورة تمام هو يبدأ ان يعمل لك الفريم زي ما انت عايز. يعني بتوفر عليك وقت كتير، او ان انت تختار حاجة هنا تختار الصورة وبعد كده تقول له انا عايز الفريم الفلاني، يبدأ ان هو يظبطه لك. تمام. خلينا نرفع صورة كده، اول صورة تيجي في قصادنا يعني. ماشي. طيب انا دي اول صورة جت قصادي، ده غلاف كتاب عن عادة الاعمار اهوت، عملت له سيلكت. ممكن بقى ايه نحط الاوبجكت اللي احنا عايزينه. طب الستايل مثلا، انا الستايل اللي يعجبكم مثلا، اخترنا مثلا كلر بوك. تمام. الاليمنت مثلا هنكتب غزة. تمام. والستايل، ونبدأ بقى نشوف الصور اللي هو بيعمل. خلي بالك ان هو بيعمل لنا اربع صور اهوت، وجربنا صور كتيرة في النهاردة وما قلناش عفوا لقد نفذ رصيدكم، فربنا يكرمه كده ويكمل معانا للآخر. فهو أداة قوية جدا، تقدر ان انت في اي وقت تخش تستعملها، هو ليك نقاط بس يعني حتى الان ما قليش اي حاجة خالص، اقولك بس ان انت لو اشتركت هيديك اسرع. تمام. ما فيش مشكلة الواحد يستنى شوية. فعمل لي حاجة بالشكل ده، تقدر طبعا تشوف الافضل او تعدل فيها زي ما انت عايز. تمام. عندنا حاجات هي ريستايلر، يعني ممكن ارفع صورتي اشوفها باي شكل من الاشكال ديت. تمام. تقدر ترفع اي صورة وتبدأ ان انت تعدل عليها. ماي بروجكت هتلاقي بقى اخر حاجات انت اشتغلت عليها، ريسنت بروجكت موجود اهي، تبدأ ان انت تشوف ايه اللي انت عايز تعدل فيه. طبعا انا ليك 5 جيجا فري. تمام. احنا استهلكنا 1.3 اكيد في حاجات تانية مش في الصور دي بس. دوام فروم سكراتش هيديك بقى ايه المقاس او سايز، وتبدأ بقى تبدأ تحط الحاجات اللي انت عايزها، هو بس جهز لك الفريم او جهز لك اللوحة فاضية وانت تبدأ تشتغل وترسم اللي انت عايزه.